السلام عليكم أعزائي الطالبات والطلبة، معكم الدكتور منير العقيلي. سنواصل معا شرح مساق الإرشاد النفسي، واليوم هو 22/3/2020، وهذه المحاضرة الثالثة في الشرح الإلكتروني أو التوضيح الإلكتروني للطلاب. ومحاضرة اليوم سوف تدور حول Basic Counseling Approach. Basic Counseling Approach بمعنى مناهج الإرشاد النفسي، وستدور يعني عن إيش؟ عن بعض النظريات الهامة التي تستخدم في الإرشاد النفسي، والتي هي قاعدة للمرشد الكونسلر للعمل، ويعمل عليها ويختار إحدى النظريات التي تناسب المريض وتناسب سمات المريض ويبدأ العمل عليها. لذا من الضروري أن نتعرف على بعض النظريات الهامة المستخدمة، وبسم الله نبدأ هذه المحاضرة. من ضمن الطرق التي تستخدم كإنارة وكمنهاج للمرشدين النفسيين، هي إحدى النظريات التي تسمى سايكو أناليتيك ثيرابي، أي العلاج على طريقة التحليل النفسي، وهي أساسها اللي هي سايكو أناليتيك ثيوري، نظرية السايكو أناليتيك أو نظرية التحليل النفسي، ولكنها هي طريقة لتستخدم في الاستشارة النفسية وطريقة علاجية. واللي أسس هذه النظرية originated by سيغموند فرويد، العالم فرويد أو العالم النفسي فرويد. believe that behavior is influenced by unconscious motives and conflict. يعني هنشرحها الآن بعد ما نقرأ النقاط الموجودة الهامة. بعدين النقطة اللي بعدها stresses the importance of early development، التطور الأساسي منذ الطفولة للإنسان. في الواقع نظرية التحليل النفسي أو العلاج على طريقة التحليل النفسي، يعني هي إحدى النظريات المستخدمة في الاستشارة النفسية وفي العلاج النفسي. وهذه النظرية تنظر إلى الإنسان نظرة فلسفية للطبيعة البشرية بشكل عام. صاحب هذه النظرية سيغموند فرويد. سيغموند فرويد طبعا من مؤسسين علم النفس، عاش في الفترة ما بين 1856 ل 1939، وهو منشئ ومؤسس التحليل النفسي. وفقا لنظرية فرويد ونظرة فرويد للموضوع هذا، نظر لسلوك البشر بشكل أساسي من خلال التجارب المبكرة لديهم. يعني فرويد بعتقد أنه التجربة في الطفولة والسلوك الذي استسقاه الشخص والفرد في طفولته يؤثر على سلوكه لاحقا، وهو أساس ودافع هذا السلوك عندما يكبر. ويؤمن أيضا فرويد أنه من خلال الطاقة النفسية المترتبة على خبراته، يعني يركز على إيش بشكل أساسي؟ تجارب
والخبرات والطاقة النفسية المترتبة على هذه الخبرات السابقة. وفرويد يعتقد أنه يتأثر سلوك الناس بالدوافع والصراعات لديهم في اللاوعي، اللي هي إيش؟ believe that behavior is influenced by unconscious motives and conflicts. يعني يتأثر بالدوافع والصراعات. لذا يركز فرويد على أهمية مراحل النمو والتطور والتنشئة للبشر، التنشئة المبكرة منذ الطفولة. وبشير إلها فرويد في دراساته بالمراحل النفسية الجنسية، وقسمها تقسيمة غريبة شوية ولكن عالم ولازم نعرف عنه وعن نظريته. قسمها إلى المرحلة الشفوية أو الشفهية أو الفموية نعتبرها، وهذه في الإيش؟ في السنة الأولى من حياة الإنسان. بتلاحظوا الطفل انتو اول ما ينولد بيتعرف على الاشياء عن طريق ايش؟ عن طريق التذوق. اي حاجة بحب الطفل في السنة الاولى من عمره انه يمتصها او يلعقها. لو مديت له اصبعك على طول بطلع لسانه بيتذوقه. لو حملته الام او الاب بيقترب بشفايفه مثلا من خد الاب وبحاول انه يلعقه ويتذوقه. سماها اللي هو فرويد المرحلة الفموية أو الشفهية أو الشفوية، لأنه يستخدم الشفاه والفم في تذوق الأشياء والتعرف عليها. المرحلة اللي بعدها فرويد، احنا عشان ما نتوهش بنتعرف على ايش؟ على السايكو أناليتيك ثيرابي اللي هو العلاج عن طريق التحليل النفسي، و اللي هي أساس الموضوع. نظريات هذه تساعد المستشار الكونسلر في إنه يشتغل وإنه يعني يمشي على نمط الناس. هذول النظريات اللي هم يعتبروا أسسوا وبنوا وحطوا نظريات عشان يمشي عليها التحليل النفسي. فأنت كمرشد هتختار إحدى النظريات اللي هنتكلم فيها، يعني مش كل النظريات لأنه أنت المفروض تدرسوها في نظريات الشخصية، ولكن في الاستشارة لازم ننوه إلى لأنها برضو هامة جدا. يقسم فرويد زي ما حكينا في المرحلة الشفهية أو الفموية اللي فيها الطفل بيتذوق، بيعتمد على التذوق بالتعرف في هذه المرحلة. وبعدين في المرحلة الشرجية من سنة 3 سنوات، في المرحلة القضيبية من 3 سنوات ل6 سنوات، وفي مرحلة الكمون من 6 ل 12 سنة، في المرحلة التناسلية من 12 ل 18، وقد تستمر يعني حسب فرويد هذه مدى الحياة مع الإنسان. طيب فرويد في هذه النظرية إيش كان اهتماماته وإيش تركيزاته على إيش؟ يعني من ضمن الحاجات اللي اهتم فيها فرويد، أكد إنه مشاعر الحب مثلا والثقة والتعامل مع المشاعر السلبية لدى الإنسان، لو يكون عنده مشاعر سلبية، هي مجالات تم ترسيخها في نفس الفرد من قبل المجتمع اللي حوله حسب كل مرحلة عمرية. المجتمع اللي حوله يعني أبو سنة، إيش المجتمع اللي حوله؟ أمه وأبوه وأسرته. طيب لما بكبر شوية في المرحلة اللي بعدها من سنة 3 سنوات، المجتمع اللي حوله بيزيد شوية، الأسرة، أقرباءه، بعض الجيران، وهكذا. هذه بترسخ في الفرد إيش؟ من قبل الوسط اللي هو عايش فيه، المجتمع بترسخ فيه اللي هو مشاعر، سواء بحب أو بكره، بثق او هو شخص ما عندوش ثقة وشكاك وظنان، وكيف يتعامل مع المشاعر السلبية اللي بتجيله. هذه كلها الاساليب اللي بيستسقيها
أكد فرويد إنه في أول 6 سنوات من حياته بكون هو الشخص، صارت معروفة سماته الشخصية بناء على إيش؟ الوسط والمجتمع الذي نشأ به، وهذا لما يكبر بيستخدم نفس الأساليب اللي تعلمها واستسقاها من خلال مجتمعه ووسطه الذي نشأ به. طيب في الكونسلينج، السايكولوجيكال كونسلينج، في الاستشارة النفسية، في المهنة هذه بتنظر وبتحترم وبتنسب له فرويد ولنظرية فرويد، تعزو إليه وتنسب إليه إيش؟ الفضل لفرويد. في إيش الفضل؟ الفهم العميق لتطور الشخصية بناء على المراحل اللي قسمها هذه، واهتم بتوضيحها، وضح لنا إيش بياخد فوق المرحلة. وفي أول 6 سنوات بيستسقي اللي هو المشاعر هذه، بتصير عنده المشاعر سواء بحب أو هو شخص خشن أو شخص عنده كره، أو هذه المشاعر كلها كيف علموه وحطوها في المجتمع اللي حوله أو الأسرة أو الانفايرومنت، بتكون ثقافته بناء على هذه المشاعر. فركز إيش يعني الاستشارة تنظر باحترام وتعزو وتنسب الفضل لفرويد ونظريته في التحليل النفسي، في إنهم بفهموا الإنسان بشكل عميق وشخصيته وسماته الشخصية والحاجات هذه. لذا قد تكون أو يكون مشاكل الإنسان الحالية لما أجالك كمرشد ككونسلر، أجالك المسترشد الكلاينت البيشنت، لما أجالك قد تكون سلوكياته الحالية وأفعاله الحالية وردود أفعاله على سلوك الآخرين سبب خبراته وتجاربه في أول 6 سنوات من حياته. ظلت هذه سماته في ردود الأفعال، وهذه صفاته في الرد على الناس. حكينا سابقا إن المشاكل أغلبها بتكون إيش؟ من رد الفعل. يعني هناك فعل حدث من شخص معين، الزوجة مثلا تعصبت أو على زوجها أو قصرت في شيء، رد فعله هو اللي بطور المشكلة أو بخليها تنتهي. إذا الإنسان عمل رد فعل قوي وعنيف وكبر المشكلة بتزيد، أما إذا هو حاول إنه يتجاهل ويتجنب المشاكل البسيطة بتنتهي المشكلة أو يكون رده لبق ومناسب. علشان كده يعني نضرب مثل نوضح بالنسبة لفرويد ونظرية فرويد. يعني لو طفل، فرضنا واحد اتزوج واحدة وانفصلوا عن بعض وأخذ طفل رضيع منها، أخذ ابن رضيع وتزوج أخرى وخلف، والطفل الرضيع هذا نما وترعرع مع إخوته اللي هي مع مرت أبوه الزوجة الثانية. مؤكد إنه الزوجة الثانية هتعامل أولادها اللي منها بأفضلية عن هذا اللي من ضرتها، هتعامل بأفضلية بالنسبة للأكل والشرب والرعاية لأنه بتحب أولادها أكتر. مؤكد يعني لو كان عدد من الفواكه مثلا 5 تفاحات وهو السادس، أكيد إنها تديهم الخمسة وهو هيطلع له جزء بسيط أو مش هيطلع له. فهذا الطفل اللي نشأ في أول 6 سنوات مضطر هو إيش يعمل؟ إنه يحصل على حقه بطرق ملتوية، مثلا عن طريق الصراع والنزاع، عن طريق انتزاع من أحد الإخوة، عن طريق لأنه
تعود أن يظلم، تعود على أن يظلم، لأنه مرت أبوه لا تكن له الحب بالتساوي مع إخوته إلا منها، فعليه انتزاع حقه وأن يكون حريص حرصا زائدا على الحصول على حقه، وفي نفس الوقت يشك إنه حيحصل على حقه. حسب فرويد، لما بيكبر هذا الشخص السمات اللي تشكلت له في أول 6 سنوات ستصاحبه، يعني هيطلع شخص شكاك، هيطلع شخص أول واحد بروح بهجم ياخد حقه، ما بستناش. لو كان انت وياه بتاكل على صينية ولا حاجة، أول واحد بيتجه بده يدور على قطعة اللحمة الأحسن وياخدها، ما عندوش ثقة إنه أنت ممكن تدي حصته. ترعرعت معاه السمات والصفات على هذا الشكل، وبدأ يعمل سلوك يتأذى منه الآخرون بسبب هذا السلوك هنا. فكأنت كمرشد ومسترشد لما يحكي لك مشكلته تكون عارف بعض المعلومات، إنه هذا المسترشد اللي جاي لك الكلاينت أو البيشنت، وأنت المرشد الخبير بدك تراعي هذه إذا كانك النظرية، وتنتبه إنه النشأة اللي نشأها لما بيحكي لك من خلال كلامه إلها قيمة في سلوكه، وتعزو إليها، قد تعزو إليها سلوكه الحالي، وبناء عليه تحاول تعدل السلوك من وجهة نظر فرويد اللي أنت درسناها وفادتنا هتفيدنا في عملية الاستشارة. من ضمن البيزك كونسلنج ابروش او مناهج الارشاد الاساسيه التي يعتمد عليها الكونسلر او المعالج النفسي، هي برضو نظريه البيهيفير ثيرابي او البيهيفيرال ثيرابي. وهذه النظريه، نظرية العلاج السلوكي، يعني تعتبر أكثر شيوعا من النظرية اللي قبلها اللي السايكو أناليتيك في الاستشارة، تستخدم بشكل أوسع ومتعارف عليها بشكل أكبر. تقريبا في جميع مناهج الاستشارة النفسية تستخدم هذه العلاج السلوكي، ومن اللي هو علمائها إذا انذكرت العلاج السلوكي يذكر معها أرنولد لازاروس وألبرت بنادورا. العلاج السلوكي يستخدم العديد من الطرق العملية لمساعدة الناس على اتخاذ خطوات في سلوكياتهم وفي أفكارهم. ويعني أكثر مصطلحات ممكن تسمعها أو تستخدمها في العلاج السلوكي هي إيش؟ تعديل السلوك، وعلاج مصطلح العلاج السلوكي، التعديل السلوكي والعلاج السلوكي، behavioral modification و behavioral therapy، إنه في سلوك معين وبيشتغل عليه المعالج عشان يعدله. السلوك هذا طبعا يعني مش سلوك غير سوي عند المريض او عند الكلاينت، وبحاول يشتغل عليه عن طريق العملية السلوكية اللي بتركز على السلوك، ويعني ينصب التركيز على علاج السلوك العلني تجاه الآخرين. المريض بيعمل سلوك علني، والسلوك هذا العميل أو المريض بيعمل سلوك علني تجاه الآخرين، وعليك كمعالج إنك تساعده في إما تحسين هذا السلوك للأفضل أو تعديله أو استبداله. إذن الثيرابيست فانكشن أو رول أوف ثيرابيست بده يعمل هنا as a teacher
ترينر، مدرب ومدرس عملي لتغيير السلوك لهذا المريض. النظرية الثالثة التي يعتمد عليها الكونسلر في عمله، وهي من النظريات الهامة، واحنا مش هنذكرهم كلهم وإنما بعض النظريات، اللي هي الرياليتي ثيوري أو العلاج الواقعي. العلاج الواقع رياليتي ثيوري. الرياليتي ثيوري هذا العالم ويليام جلاسر أسسها، العلاج الواقعي، وطريقته في العمل لاقت نجاح كبير وانشهر فيها. كان ويليام جلاسر بركز على ايش؟ بركز ويليام جلاسر على الحاضر للمريض والمشكلة الحالية التي يعاني منها. وإذا فاكرين حكينا مع بعض وكلكم فاكرين، حكينا كان بركز على هنا والآن، في ايش اجاني المريض، ايش المشكلة اللي جيني فيها، اذا حليت فيها هيطلع مرتاح ومبسوط وواثق وشاعر بالساتسفاكشن اذا حليت المشكلة اللي جاي لك فيها. وكذلك بركز ويليام جلاسر كان على القوة الشخصية للمريض. وجلاسر يعني كان من توجهاته انه العميل يمكنه ان يتعلم سلوك اكثر واقعية في حياته، وبالتالي لما يتعلم سلوك أكثر واقعية ويبتعد عن الحاجات الخيالية والحساسة، إيش بيصير له؟ بالتالي يحقق نجاح أكبر في حل مشاكله والعراقيل اللي بتواجهه والصعوبات، لأنه بدأ يحط حل عملي وواقعي بناء على الواقع مش بناء على الخيال. يتعايش حسب وضعه. يفترض العلاج الواقعي إنه الإنسان بيختار سلوكه وردود أفعاله للأفعال الأخرى، السلوك هو بيختاره، وبالتالي الإنسان هو المسؤول عن نتائج هذا السلوك، وكذلك عن أسلوبه في التفكير. الإنسان مسؤول عن أسلوبه في التفكير، وبركز على الأسلوب بالعلاج اللي هو الرياليتي ثيرابي، العلاج عن طريق العلاج الواقعي، إنه لازم يفهم الكلاينت انه سلوكه وردود افعاله هو المسؤول عنها، واسلوبه في التفكير هو المسؤول عنه، ومسؤول كمان عن المشاعر المتولدة من هذا التفكير وهذا الاسلوب. طب ايش هنا دور المستشار؟ لما بده يشتغل على الرياليتي ثيرابي، ايش دورك كمستشار وككونسلر، سايكولوجيكال كونسلر، عند استخدام العلاج الواقعي؟ ايش دورك هنا؟ دورك اول حاجة انك يعني تتفهم العميل، تتفهم الكلاينت او البيشن، وتطور ريليشن شيب ومشاركة معاه، وتعمل له تشجيع انه يقيم نمط معيشته الحالي، تعمل له تشجيع، يقيم، يعمل تقييم واقعي يعني بمساعدتك، انه يعمل تقييم لنمط معيشته الحالي من خلال الرؤية الواضحة والسليمة لمشاعره وافعاله وردود افعاله. يرى وضوح لردود افعاله، لو حصل معاه رد الفعل هذا من الآخرين هل سيتقبله على نفسه مثلا؟ فأنت دورك إنك توضح له، لكن مش دورك تحط له الحلول. الكونسلر متفقين إنه لا يضع الحلول كاملة للمريض، وإنما يجعل ينشط اللي هو طريقة المريض في حل المشاكل، ويعدلها له أو يطورها أو يستبدلها بأسلوب أحسن. كمان من دور الكونسلر مساعدة العميل في اتخاذ القرار لعمل التغييرات السلوكية المرغوبة اللي هو رغبان فيها. نفس المريض إنه جاي لك ومشكلة وبحكي لك أنا
مش عارف ليش المشاكل بيني وبين زوجتي بتتطور، بعرفش كيف اتطورت، إذ فجأة بس نتكلم نجد نفسنا في مشكلة عويصة مجرد ما نتحدث، وكأنه بيننا جاب هو معينة نتدهور بها. فأنت هنا بدك تساعده إنه يعمل التغيرات، هو رغبان جاي ورغبان بتعديل هذا السلوك، بس مش عارف كيف. بدك تعدل سلوكه وتعمل تطوير لأسلوبه أو تستبدله، تقترح، ومن ثم عليك كمعالج وضع خطة علاجية والالتزام بها كوميتمنت. بعدين ما تنساش البيشنت كوميتمنت والبيشنت كونسنت، انه بلزمنا توقيع عقد ما بين المعالج او المرشد الكونسلر والبيشنت الكلاينت اللي هو المسترشد. لازم يكون عقد مكتوب زي ما حكينا، واضح بإيش الأهداف اللي بدنا نصلها في نهاية الجلسات، وإلا قد تجد نفسك كمعالج في مشكلة في نهاية الجلسات، لأنك اتطلعت أو يعني في حاجات تقع في مشاكل قانونية سواء من نفس المريض أو من أقربائه. يعني لنفترض فتاة جاية تتعالج وما في شي، هي مسؤولة عن نفسها وكبيرة كفاية وقادرة، زوجة مثلا، ولكن ما عملتش العقد وحميت نفسك. يمكن يجي لك حد من أقربائها يحكي لك مين حكى لك تعمل هيك، وكيف انت تصرفت، وايش دخلك في حاجات خاصة في أسرتنا، وكيف اطلعت على هذه المعلومات اللي هي تعتبر يعني وصمة أو استجمة لأسرتنا. في الحالة هذه وجود العقد الرسمي بينك وبين الكلاينت أو المريض، وهام جدا لحماية نفسك لأنها بالغ. أما حكينا إذا كان طفل مراهق معرض لشيء وانت بدك تعمل عقد، بنفعش تعمل عقد معاه، بدك تجيب الشخص اللي هو المسؤول عنه والذي يرعاه، شخص مثلا والده والدته، الشخص المخول قانونيا بالمسؤولية عليه. وبعدين بدك تلتزم بهذا العقد وتحقيق الأهداف. يعني في النهاية بنقول إنه الاستشارة تشمل مجموعة واسعة من الأساليب والتقنيات، والمستشار الجيد بيختار تطبيق الأسلوب الأنسب للمشكلة، وكذلك الأسلوب الأنسب لسمات العميل نفسه. ما ينفعش إنه إحنا نستخدم الطريقة هذه وهي تختلف، يعني مش هيرضى يتفاعل معك لاستخدامك شيء لا يناسب سماته الشخصية. أعزائي الطلبة أحبائي أرجو والطالبات، أرجو أن تكونوا بخير أينما كنتم، وأن يحفظكم الله بحفظه ويرعاكم برعايته. أرجو لكم النجاح والتوفيق، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المحاضرة، ونترككم في رعاية الله وأمنه إلى محاضرة أخرى، ونكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.